شكرا السيد المستشار المحترم. بغيت غير نذكر بانه المغرب وقع على اتفاقيه السماء المفتوح عام 2006، ومنذ ذلك شهدت الاجواء المغربيه تطور ملحوظ مكن من تحسين الربط الدولي المغربي، لانه جوده التنقل تبدا ايضا ب يعني وجود الوسائل ديال النقل. واليوم عندنا 150 وجهه تتربط بلادنا، قبل كانوا عندنا 90، وضعف عدد الفاعلين ايضا، يعني عدد الشركات، وهذا تيحسن من الجوده، بحيث انه المنافسه عاده لما تحسن من الجوده. علاوه على ذلك كاين واحد العقد البرنامج الجديد عرفتوه مع خطوط الملكيه المغربيه، غادي يعطي زخم جديد باش نطوروا الربط الدولي ديال بلادنا. وفي هذا السياق تتعمل الخطوط حاليا باش ترفع تدريجيا الاسطول ديالها، باش يوصل في 2037 الى 200 طائره عوضا 50 اللي عندها اليوم، الشيء اللي غادي يسمح لها باش تنتقل من 99 وجهه الى 143. اما فيما يتعلق بالنقل الجوي الداخلي، كاين اتفاقيات ديال الشراكه بين الدوله وبين مختلف جهات المملكه باش نوفروا خدمات النقل الجوي الداخلي مع المركز ديال الدار البيضاء، وهذا الشيء يمكن من المرور من 1.3 ديال المليون ديال المسافرين في 2012 الى 2.6 في 2023. وانخرطت ايضا الشركه ديال العربيه للطيران في هذه الشراكات هذه مع الجهات. وحنا باش نواصلوا التعزيز ديال الاتصال الجوي الداخلي بخطوط غير ممركزه على الدار البيضاء، رخصنا لشركه دوليه غايانير اللي هي اكبر شركه اليوم اللي يعني توفر للمغرب النقل الدولي السياحي، رخصنا لها باش تفتح 11 خط داخلي ابتداء من صيف 2024، تستفد منها 9 ديال الوجهات المغربيه ولكن خارج الدار البيضاء. وفيما يتعلق بموسم صيف 2024، قامت الوزاره بالترخيص 52 شركه للطيران، غادي تامن 2060 رحله اسبوعيه منتظمه تتربط المغرب ب 135 مطار دولي في 52 بلد. هذا ارتفاع قدره 15% مقارنه مع موسم الصيف السابق. وباش نواكبوا التطور بالطبع ديال هذه الحركه هذه، تكلمنا على المطارات، على المشاريع ديال التطوير ديالها. وباش نحولوا ايضا مطار محمد الخامس الى بنيه تحتيه حديثه تتلبي احتياجات شركه الطيران والمسافرين على المدى المتوسط والبعيد، تنكبوا حاليا على الدراسه ديال الحاجيات والبرمجه ديال التطوير ديال هذا المشروع هذا، وتنواصلوا وغادي نواصلوا خلال السنوات المقبله العمل على تاهيل المنظومه القانونيه، هذه ايضا جد مهمه باش نحميوا المستهلك ديال خدمات النقل الجوي، ونأهلوا ايضا من جهه اخرى الراس مال البشري والعاملين من القطاع. وشكرا. شكرا.